الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى جميع أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السيدة رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السادة الحضور، السيدات الكريمات، تحية طيبة وبعد. أريد أن أتحدث في نقطة أرى أنها مهمة، أني أعتقد أن الإسلام يحدد لنا أن المسلمين جميعا أمة واحدة، لقوله تعالى هذه أمتكم أمة واحدة، ولقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، صدق الله العظيم. وفي هذا المقام أريد أن أدعو جميع الحضور لما لهم من مكانة مرموقة في بلادهم أن يطلبوا من جميع شعوبهم على التوحد، توحد أمة المسلمين في سبيل الحب والسلام، والإسلام هو الحب والسلام. بعد أن نتوحد جميعا بإذن الله ندعو جميع بني آدم للتوحد من أجل الحب والسلام، فنحن لا نعادي أحدا بعينه، وإنما نعادي من يعادي الحب والسلام. وبالإضافة إلى أنني أريد أن أحذر الدول العربية التي يمر بها الربيع العربي الآن بأنها على أبواب وأعتاب حكم الملالي في وجه آخر في صورة أخرى، فنحن الآن لا نقف، يجب علينا ألا نقف إلى جوار المقاومة الإيرانية فحسب، ولكن يجب أن نقف ضد لصالح أنفسنا ولصالح شعوبنا أولا، خوفا من حكم الملالي في صورة أخرى. وأرجو لكم التوفيق في هذا، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.